مدرسي أنا طبي قلبي وسكت البس في حيطة يا خوي كراريس كتب وتكت مدارس 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 مش من دواعي السور بعد فترة سود وكوارس على أولياء الأمور مدارس مدارس شنط مرايل صورة مكاوتش وكل صبح هي شندويتش شنط مرايل صورة مكاوتش وكل صبح هي شندويتش مقالم مساطر يا عالم يا ساتر مقالم مساطر يا عالم يا ساتر والآن مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حموده مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسة، وقعدت هو كونوا فاهمين ان انا معرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمة وشربوا السجاير في الكابينيه، وبالامارة دورة المياه الزانية اللي في اخر الطرع، واللي راح بلطين ولبس مايوه بفته وقف على البحر يتبلطر ويعكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحده ببلطيم يعاكسها لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين ثلاثه اللي ما هيمشي عدل لكم مكسحه ومعلقه على باب المدرسه هنا. يلا معتدل مارش، يلا يا اساتذه كل واحد على فصل، يلا يا حضره الناصر على مكتبك لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظر؟ انا بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده اللي الناظر برضه. ما انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوز والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمه. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجة. ايوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظر، ام عوض بعت لك البيت ده وبتقول لي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيت؟ اعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سيادة الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ابن السافل.
الخيل 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 والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية جواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، انت وهو كل واحد يشمع الفتلة كده اهو، وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لاكون انا اللي ضربه. ابتدي. مستر بهاء، لازم تشوف حل مع الطلبه دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصه. ليه؟ اصل الولاد في حاله مش طبيعيه، وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه مش هنقدر نحكم؟ هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان، الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. مصر يا عليا ولا ايه؟ قول لي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر، الام تعود عليك انت ان انت امي. ده في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت ياما. هاتي هاتي ابوس ايدك، دي جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان، ماشي على كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمل كده ليه؟ يا ماما أنت عارفة، يا ماما عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لدي دخلتي فوراً. طب يلا أعملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني؟ قلت لأ، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحداً. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدنا اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل، نملأ القلل. وبعدين عايز اقولك على حاجة يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا اللي هي فلسفي ومقتنع بيها بصراحة. الجواز عبارة عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم اتجوز بصراحة مش هتجوز غير الوحشة المعفنة. قوليلي ليه؟ ليه؟ قوليلي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل، وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى القلل. استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجة بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت مش قال لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك. انت هتتعلم يعني هتتعلم؟ اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندق 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انتهينا خلاص. اسمعوا بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل. باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ايه؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه
ايه لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن جاتك نيله انت يا واد انت ايوه يا فندم قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه انسه من يا اخويا انسه من ايه لسه دي واحده كده بترقص وتغني بس ايه زي لقطه القشطه يا فندي نيل يا عجل يا هبل انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه انتو من يا اخويا انتو من انتو دي ده لعيب كمان قوي اهي الكره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك يا راجل اتعلم ده العلام اهم حاجه في الدنيا هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان ده الواحد فضل يومين ويموت اهو لما الملائكه تسالك تعرف تجاوب اهدي ايه يا دياب بتنصب الفاعل اما بتنصب الفاعل من دلوقتي اما لما تكبر هتنصب على مين صفر حاسب في ايه انت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده اهو تعال لي يا دموك انت روخر اه يا دموك مش عارف تجر المضاف ليه مش عارف طب حياتي لا صفر تعرف يا ولا يا رمضان أنا قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله وفتحت أمها في الموضوع البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل اه شقايا راح يما شقايا اللي قضيته بالتربية والتعليم راح يما ده انت ليتك سودا يا عوضين انت اللي خلفوك فسحي طب اشرب بس شاي وروق دمك شاي ايه شاي بشاي دهون دم عوضين واهله هيسيح شاي شاي دهون فسحي استنى يا رمضان هو عمل ايه بص عمل ايه اللي فندي كتب لي في الكراسه بص الواوا ليك الواوا صح انا بردانه صح انا هدمتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا طب استنى بس يا رمضان استنى الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده امه ماتت دي حاجه بتاعت ربنا شغلي لازم اربيها عليه يعني هربيه صدقت الله استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين بس بيحبني قوي يابا لا مؤاخذه يا مولاني يا جماعة اللي فات اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهاردة في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوة صح ليك الواوة والله ولسه فيك نخوة يا بلد وزير التربية والتعليم ايه ده يا استاذ بهاء معقوله ابن رمزي هو اللي خرشمك كده يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا معناها ايه يا كلام ده اكسر لك دراعك ورقبتك لا دراعي بس يا فندم رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئه وايه اللي تحت عيني انت عادي لا ده ابن عضو مجلس الشعب انا لا يمكن اسكت على كده ابدا دي اسمها فوضى نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك خليه يتنايل يدخل يا سو ازيك على فكره انت ولد سافل وقليل الادب ايه اللي انت عملته ده ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب ده كول داون انا كنت بحوش عنه الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص مش صح كده يا مستر بهاء اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب كان بيحوش الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي استاذ بليز اخلص خالص انا هنقلك من المدرسه دي هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي ربنا يخلي معاليك يا فندم عقبال باقي الوزراء ما ينقلوا ولادهم من عندي يا رب اسمعي يا مصر المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح ده اختبار للبنت وخلاص اتفقنا ايوه مال ايوه واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده وغلاوتك ما قلت لحد على الاقل الجوازه ما تتنظرش ان شاء الله يلا نوت يوم
ان شاء الله ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا شرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. وهني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يما؟ مالك يا مو شلبيه؟ مالك دنياكي. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي يا صلاة النبي يا صلاة النبي. زفة كمان زفة يما. كل ده وما قلتيش لحد. تاني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت أبوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا أستاذ رمضان. أبوك اللي بيضحك على طول دهون هتشوفيه مرتين بس بعد كده، مرة وإحنا بنكتب الكتاب واللي بعدها مباشرة لما يموت تيجي تلقى عليه نظرة الوداع وانتهاني. ده كرم والله يا أستاذ رمضان. لا مؤاخذة يا حاج سليمان، الأعمار بيد الله. أما بالنسبة لموضوع الأغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنة وانت في الحمام مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا أستاذ رمضان، دي لسه قطة مغمضة. اللي أوله شرط آخر نور يا حاج سليمان. ودلوقتي أنا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالإذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا. لا تحبذ الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديكي؟ ابدا والله يا سيدي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، هما ليه الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشها وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك او تكوينه او تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا استاذ رمضان. لا ازاي يا بنت وانا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام اهل بيتك، اما اكون بسال حد الكل انكتم. بنت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي انا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله ان كلمه تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالراجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو؟ عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص يا رمضان ما تحبكش امال، نقرا الفتحه. نقرا الفتحة ويا ريت قهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجة. الليلة دي سيبنا كل واحد بيبكي ونسى كل الدنيا دي وغمضها. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على الاغاني الهابطة وبس. بص بص يلا ياما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك ومالك؟ ده انت تفت يا اخي، ده انت فت العبر. انت مش حاسس بنفسك يا جدع؟ انت انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذره يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها. اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حمائي وكاتب ليها على الصوره ناويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحمائي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليناني بكره يا حاج سليمان. فضحتني قلبي في حماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد قرص انجليزي. ايوه يا شيري، بكلمك من 100 بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده. موف اوت ذا واي مان. دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. هو
All right, that's it. Take it easy, I hoist. اهلا اهلا باشا، اتفضل قيام. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا استاذ. جلوس. اعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه اخوكم. اخوكم ده ايه؟ اعتبروه الناظ. الا مؤاخذه، انت احسن من اي ناظر. وانا ومقعد ورا، اتفضل اقعد في اول تختي. لا 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 لا، هو سي ان ذا باك. ايه ده؟ ان ذا باك. انت وشوقك ان شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس بالهنا والشفل. ثانك يو. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay؟ ده واجب علينا برضه. أنت فصلتني. أنا أفصلك؟ ده أنت ابن الوزير. ده أنت اللي هتفصلني. You take drugs as well. إنجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food, يعني في حاجة. لا ده انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على السفطه والعجلات، قول الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتكي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بقى موتوسيكل. يلاقي موتوسيكل ليه في رومك انت واللي خلفيتك؟ غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الواد اللي قلبني في التير على زرع بصل ده يا رب. نادرين علي يا رب، لا كنت ذابح ارنب مفرقع على البلد كله، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. من الوقت ده يا عوضيه؟ يا مهندس بلدنا الجديد جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك تبقى ترد مش من راحه. ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، تاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلق يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحدة ونص. اسمع كده. ايه رأيك فتحي باشا يا اساتذة؟ مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا، واحنا كلنا خدامينه. في العاب معينة يحب يلعبها رمزي باشا؟ رمزي باشا بيلعب سكواش، عندكم لاعب سكواش؟ ينوجد لك نجيبه. هو احنا مش كان عندنا كسواش؟ رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي. يا فندم احنا نعياله. ايوه معالي الوزير، انا في المدرسة. مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايته حاجه، تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط. وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح عن مذاكره. ايه ده زلزال؟ ايه يا علاء بتجري ليه كده؟ استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد.
انهي ولد؟ يا نهار اسود استاذ رمضان، استاذ رمضان. الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان، ده هيقفل لنا المدرسه. انت بتضحك عليه؟ يا نهار مش بايت عليا وعلى خديني. اوعى انت يا رمضان، اوعى وزع يا ولد انك تنوح. انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الاوائل. اعربي يا ألفت، اعربي يا ألفت اللي بتمشي حتيرة بالعربية وتخبطي في الناس. اعربي يا ولا لم اداد جزم. كمل. يستطيع فيرب مدرمة مجرب. يستطيع ايه يا اخويا؟ فيرب. فيرب الفعل بقى فيرب يا اولاد. بس يا ولا بس الفعل بقى فيرب. الولد الباشا بيتضرب، اكسروا الباب. ادم انتوا بتعملوا ده؟ عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه. انت يا جزمه يا ابن الجزم. يخطي 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 يخطي. ايه اللي بتبينه ده يا رمضان؟ فك الواله، ابوس ايدك فك الواله. لا يا اخويا مش هفك الواله، الولد ده هيتمد على رجليه، ده قلبني في الترع. انت مش عارف الولد ده ابن مين؟ هيكون ابن مين يعني؟ ابن وزير التربيه والتعليم. ايوه ابن وزير التربيه والتعليم. اخويا انت مسكت في الكلمه قوي، خليه ابن وزير الراي. لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم. الكلام ده صح يا حضره الوكيل؟ مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باينني جعان؟ كان مستخبي لنا فين ده كله يا ربي؟ هيرفضوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفض وبس يا امي، دول ناويين يحولوها جنايه. هيسجنوه يا اختي، ده اني ماليش في الدنيا غيره. امان عليك يا رمضان، اول ما توصل مصر تروح السيده نفيسه تقرا لها الفتح وتطلب من ربنا يخرجك من الشده اللي انت فيه. مدد يا ستني. وامان عليك يا رمضان، لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازه ريحي من جار المقام. مدد يا سيدني. وامان عليك يا رمضان، تجيب لي حته قماشه 6 متر من بيتي هعملهم جلابيه. امي عايزه قماشه من بيتي. دي مهزله، المدرسه دي لازم تتقفل. استنى يا رب، كلكم لازم تتحاكموا. ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهارده. الوزراء بقى بيبقى اخلاقهم ضيقه. وانا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجه؟ نبي ما هيجرى حاجه. 6 حالات جواز عرفي عندك في المدرسه، الاطفال عمرهم ما عداش 16 سنه. الوزاره دي اسمها وزاره التربيه والتعليم يا فندي، يعني التربيه تيجي قبل التعليم. ده سن خطر جدا يا معالي الوزير، محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. خليه يدخل. يا اعدل الناس، يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام، وانت الخصم والحكم. انت الخصم والحكم. نعم. وعشوائي اخ لو سمحت يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي اتشل واقع قدام سعادتك مسؤول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا داء النتاني والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليه يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني. لا مش انا، مش انا، هي دي هي دهي. لا تنشلي، كنت تنشلي تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معاليك مش زعلان مني انني ضربت معاليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا أستاذ رمضان. مكافأة؟ يو يو داريو. الأستاذ رمزي ابن سعادتك. أستاذ رمضان؟ اتفضل اتفضل. أهلا يا أخويا. أهلا يا شملول. أوعى تكون فاكر إن أبوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا أخويا، تعالى اقف قدامي هنا.
تعال يا فندم. تعال هنا. اوكي دونت تاتش دونت تاتش دونت تاتش. طب ما وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخوي fine. انا دلوقتي اقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير ويمين ثلاثه ان ما اعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا اخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرف لم أداة جزم؟ ايوه يستطيعه فيرب مضارع. فيرب؟ فيرب تاني؟ خلاص فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير بيقول لي سعادتك فيرب. معلش فيرب يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص يا أستاذ فيرب يا ولد بتحرجني قدام معالي الوزير عشان خاطري عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله دي معجزة يا معالي الوزير. أنا مش قادر أصدق لو داني ولا عنيا. سعادة الوزير أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي هيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني. أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة، فسيبونا يعني نستخير الست الوالدة وناخد يومين ثلاثة نفكر واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلاً وسهلاً تشرفني. المدرسة ده هي تيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي أقول لي يا أستاذ فريد هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل تخيل يا أستاذ رمضان الولاد مش عايزين ياخدوا حصة. قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت عدي يا بت بلاش لكاعة عدي. مالهمش مزاج ايه؟ ياخدوا حصة. يا صلاة النبي احسن لو التعليم هلك بالمزاج دي تبقى مسخرة. يا استاذ رمضان الطلبة اللي هنا المدرسة بالنسبة لهم فسحة، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصية. يا دي الخيبة، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزة السفرة ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمة على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متأثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. والناصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل. اقعد يالا اقعد انت يا بنت اقعد على التخت بتاعك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته ترمي. انت يا عبد الحليم يا حافظ اقعد مكانك يا اخوي ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها دي؟ هي انت يا ادب شعري معفن انت تعدل تعدل بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا قيام. تنفخ ليه يا رحمامه؟ انفخ انفخ انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. كويس قوي ما كنتش أعرف إن اسمي بيضحك. يا أختي افتحي بوك تاني فاهم ولا لا؟ سوري يا مستر. لا يا أختي أنا مش مستر أنا أستاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. إيه يا ابني دي؟ إيه دي؟ أنت اسمك إيه؟ أيمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ أيوه ابن وزير البيئة. أيوه 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 ابن وزير البيئة. طب يا أخويا ما تتنكش قوي كده. دي السحابة السودة جاية لحد دماغك. بكرة دي يتحلق بدل ما احرقهولك فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحة. ايوه يا اهلا يا اهلا. باين عليك الصيحة انبسط. امانة عليك وانت قاعد في البيت يبقى هات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط واكياس الدم الملوث واللي انت عارفه. يمكن حد يهتم. اوكي اوكي. انا بشعك منك هذا اللي هيتعدل. اوكي. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا هنستظرف يا بنت ولا ايه؟ مش بستظرف والله حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير وبابا عايز يسميني وائل. اتخلق امي كانت حامل في الشهر الرابع فهو مش عايز الاقي ست حامل يعني فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساسا فقالت خلاص نسميه وائل فام تقول لا امير ودي كل وقت بعده. اسكت بقول لك. ما هو بعد كده اسكت. انا مالي انا مالي يا رزق انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال بجلال. شكلك رخم وسنتك سودة طينه معايا. انفخ عايزك تنفخ. قوم قاعد انت من ساعه ما دخلت وشكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنه سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اه هادي يكون اللي ببالي. هو وزير الداخليه.
اتفضل استريح يا سعاده الباشا. اتفضل لحظه واحده لحظه واحده. ما ينفعش تعقدني. هاتي يا بنت انت منديل ولا حاجه. هاتي حاجه. هاتي يا بنت الله يخرب بيتك. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. اسمعي يا هادي انت وهو. اسمعي يا حبيبي. انا اللي جايبني هنا معالي وزير التربيه والتعليم شخصيا. يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعا الكلام ده مش ليك انت. استدعاني وزير التربيه والتعليم وقال لي والنبي يا استاذ رمضان. قلت له انا ما بحبش الحلفان انجز عايز مني ايه. قال لي العيال ده هون امانه في رقبتك وانا يمكن اخون الامانه. يعني لو انتوا فاكرين ان انتوا مسنودين انا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلتها. اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي ممكن. مين جيجي ده؟ هي جيجي. هي ده هي. اهلا يا ست جيجي. كنتوا فين وسايبين الحصه؟ بس بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه وكنتوا فين؟ Take it easy. She had boyfriend problems so I can't just work it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah? So I just, you know, stepped up to her and said, what's going on with me? What's wrong with you, man? خلاص خلاص خلاص. اذا كان على كده براءه. تفي يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف ها؟ اجري. ايوه كده. الناس تخاف ما تختشيش. اسمع انت هو هي. كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو. هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب. هاتي بنت الكتاب ده. ايه بس رنا سقطت. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي. ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعالى يا شريف يا خرسان اهدي. صفر. يلا غور في داهيه. تعالي النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عملت حد في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه. خلاص عايز كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابن مالك. طب يا اخي روق كده امال وقرب منهم صاحبهم. شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بسرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسواح افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت. بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياتي النبي خدتها ورميتها. بقى يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت. الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر يا خبر اسواح. البنت بنت طول النهار قاعده قدامه. روح الحق بنتك روح. اهدي. مضاف اليه مرفوع بالضمه في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه. بس وزير الداخليه على عينه وعلى راسي. انما الصرف والنحو دي مسؤوليه هني. عظيم بيمين ابدا لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخليه يا عم طه؟ لا 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 ما تتطورش يا رمضان. ده وزير أنا مالي. أنا بشكرك والله على المعاملة الطيبة. ألف شكر. معالي الوزير. أيوة معالي. مع سعادتك. أكيد يا فندم. هنوصل الأستاذ رمضان لحد باب البيت. أكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم. معالي الوزير. يا باشا إزاي معاليك؟ ألف شكر على الاهتمام ده. ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. لا شهاب؟ شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا لا هو ولا حد بالمدرسة. هو غلط في المضاف إليه. أيوه هو رفعه وزارة التعليم مصرة تجره. أنا من رأيي الداخلية تتدخل وترفعه. ولو الداخلية رفعته الشعب كله رفعه يا باشا. أيوه المرحلة السنية اللي أنتوا فيها ده هي اسمها العلمي مرحلة البلوغ. يعني إيه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجية بالنسبة للبنت أو للولد. البنت تقف قدام المراية تلاقي نفسها بتتغير وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مرايه. هو يا دوب شويه شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقره وابوه قاعد ملوش لازمه يقول لك يا بيت راجل.
اربط عندك، اربط عندك يا اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه انت؟ ايه صوره فضيحه؟ لا دي نجله. نجله مين يا ولد؟ دي صوره فضيحه. لا نجله. لا مش نجله، دي فضيحه. دي نجله يا استاذ. بقول لك فضيحه. انت ما تعرفهاش نجله وردي. لما تبقى لابسه كده تبقى نجله ولا فضيحه؟ لا فضيحه. ادي قلت لي. يبقى انت ايه بتجيب صوره فضيحه في الفصل؟ آه. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجه إيه؟ الشهاب كمان معاه صوره. ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل. انت معاك صوره ولا انا بجد؟ يا اخي انت معاك صوره. انت معاك صوره. اهدي بقى. اهدي بقى. اهدي. اخلص يا علي. تعال هنا. انا واخد امر ان انا اربيك. عرفت. فين الصوره اللي معاك؟ وريني. وريني. انا واصغر حتى ما هي بقى. انت شوف دي عامله ازاي؟ يا نهاركم اسود. هي هي الولية. بس هي نفس دريها والتانية كانت مطية. الله الله الله. الله الله. هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل. مالكش دعوه بيهم. ايه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله. يا امير يا ابن الامراء وريني وريني. يا نهارك اسود يا نهار. حتى انت حتى انت ده انت لقيت ابوك سودا. وحياه النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي. هي الوليد هي عمل جماعي ولا مرشح نفسه مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا معايا الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ انت عليك التسبيح. اترمي هنا اترمي وانزلي تحت الملايه. ده انت نهار ابوك اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟ لا الدين هنا اختياري مش إجباري. أتاري. العيال طالعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. أستاذ فريد، أنا سميحة بتقول رمضان. هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهالإيه؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. طب وإحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير صيني؟ هي أمريكا حاشرة نفسها في كل حاجة كده، يا حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوة يا ست، أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة. ودي الأستاذ فريد صديقي، ودي اللب توب بتاعك. كنت عايزة حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. أنا تحت أمرك. كلمتين على إيه؟ على انفراد لو سمحت. أظن الجملة واضحة، على انفراد يا أستاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد. يلا يلا. سلام. سوري. لا ولا يهمك. سلام. ده بان عليه يطلع صدخ. اتفضلي اتفضلي يا ست. اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام؟ انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب بابا ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني واغوشتني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار يشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها مرسي في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه. واخر حاجه عملها مد ايده وسرق سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي. يا نهار اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما هو ده اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي. ارجوك. خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحده ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمه قوي. الدنيا اتقلبت اول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ رمضان؟ ايوه يا فندم. انا بقى مامة شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه ايوه. وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح. وابوه في دبي كمان. لا لا بابا مش في دبي. يا صاحي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم انت جالي دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريش. بسم الله. مش عاوز ما تحرجنيش. يلا مالك؟ ميه 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 ليه؟ ميه ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ اجري هات انت شوط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا. روح هات ميه. الف هنا. انت بصراحه مش عاجبني يا باشا.
وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في بلد رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه وهتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا ني يا نجلاء ودي في البلد. هي حصلت نجلاء وجدي؟ وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه؟ فيها مسخري، فيها قله حي، فيها انحلال. هم العيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا، احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا الحق. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين اتكلم معاها شخصيا في موضوع البت ده؟ هي معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها احتمال بكره تسيب المكتب ده هون وتنزل تضرب الجرس تحت. طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجح المحاصي وسيب لي الموضوع ده عليا، وانا بعون الله بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء. علاء، بهاء، ابتلاء. المهم نحافظ على عيالنا. سيطرة حبي لك مش حب عادي، كل ما مش لاقيك قصادي وبجالس الاقيك ورا. هي حاجة تقول عليها مش هنقشك تاني فيها، هعمل كل اللي انت عايزه. ده كفاية انك تبقى جنبي، ده انت نور عيني وقلبي. ايوه انت اللي قلبي عايزه. باللغة العربية نجلاء وجدي موجودة؟ موجودة يا اخوي. معاك الرائد محمود يوسف من مصلحة الجوازات والهجرة. اهلا يا فندم. معلش يا نسا نجلاء، انا جاي لحضرتك في مهمة سخيفة شوية. الإقامة بتاعت حضرتك في مصر انتهت، وفي امر بترحيلك من البلد، واحنا هنديلك مهلة لنهاية الاسبوع ترتبي امورك عشان تغادري البلد. ايه؟
أنا ما أقدرش أمشي من هنا، مش هينفع أرجع بيروت، أنت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسية؟ ما هو الموضوع برضو. أنا قلت لك 100 مرة الموضوع ده ما تفتحوش تاني، روح شوف شغلك. يا استاذ ايه اللي رايح فين؟ طالع الفندق، ايه اللي رايح فين وقع كده؟ اوعى انت وهو. هو انت في زيك يا استي نجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا حيشلك خير كبير قوي، اهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه، يخرب يخرابي جاي لك بيخبط على الباب. سلام عليكم. بتقولي بعرض؟ انت متاكده؟ ظهر يا اختي البني مغشوش. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، ومدرس اول لغه العربيه، ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ وانا هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم انا نجلاء، عايز ايه؟ بص يا بنت الناس، انا مش جاي اقطع عيشك، انما من حيث حفله المدرسه احنا استغنينا عن خدماتك خلاص، شوف لك حته تانية امشي غني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ اسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي، غنى في المدرسه عندني مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي 4 يجوا يشيلوك يرموك برا. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعاده؟ انت four years old who's so young and there's a pool and I can swim and والنادي drown والنادي swim. ومياد انت هتمثل لي؟ ومياد يا تافه انت واقف مبوسها وانا واقف، وانت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي اسال حضرتك على الواجب، اعمله مره ولا ما اعملوش خالص؟ عشان انا عايز اخد تيتا امشيها رجليها ورمه، وانت عارف ست كبيره بتحب ماما. تيتا انت هتدخلي في امك وستك تاني؟ ده انت ليلتك سودة. وانت ايه اللي جابك؟ لا انا ما جيتش. انت ايه؟ انا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش. انا جيت فين؟ انا جيت هو مش واقف معايا اساسا. انت بتستعملني؟ انا لو جيت كنت قلت يا استاذ. والنبي انا هوريك انت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتيحه كده، لو لقيتكم في المكان لا نسل الدسمه ديت عليكم. وهي راحت فين دي كمان؟ انت رحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب. اسمع عم اقول لك ثلاثة بالله العظيم، انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجة واحدة، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لأنجاس مناكيده. اي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسية العبيد بالظبط، ما يمشوش الا بالعصايه او بالخرطوم او بالجسمي. وديني وايمان انا ماشي بنفسي، انا لولا بس ابوك كنت فرمته. هي مش وزاره التعليم لغت الضرب في المدارس؟ ايوه. وابوك وزير؟ ايوه. ما تخليش في حل في الفرعون ده. هو فرعون كده غير ابويا؟ ايه يا هباب كبيرك انت وهو بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمة في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ سمعت هو من هنا ورايح كل واحد فيكم هديني تمام، من ساعة ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويل أقسم بالله يا ويل يا مين بعظيم أبدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه أو هيه، هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز أسمع صوت. فاهمين؟ فاهمين. الخالف ضر، ايدك على خدودك، اللط مع الخيبة والويبة. ابتدي. هات امي من السجن، يا هات امي من السجن. من الكلب سوري دول نفس. انا مش سامع، مش سامع اللط من فوق. قلت مالك؟ امال لو وزير رايح بتعمل ايه؟ يا هات امي من السجن. مش هسيب مين يا هلا؟ مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي. تطهير النفس من النفوس الذكية. طهر نفسك يا طهر. اهو طهر لحد ما تشوف دم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلدك من وشك دم. بلد اللي تسيبيه، انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجله، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر، بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك.
استاذ رمضان جا هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا وديه في داهيه، ده اللي خلى ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لضربه عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرسنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله بس انت عارفه العيال ده هم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. اهي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ ليه كلام دي يا جماعه؟ ايه المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في زوري. لا مؤاخذة معلش انا اسف انا اسف، والحاجات دي مضايقاني من ساعة ما جيت، من ساعة ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحة، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني محمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمة الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح عليا. لا مؤاخذة معلش انا مؤاخذة، العكاز حتى برد كان نضافة لان الموكيت ايه؟ الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذة الموكيتات بتبقى نظيفة، المفروض كنت اقلع الجزمة بره معلش تسامحيني. لا 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 الموضوع عايز مية، ممكن حبة مية ولا هنا مية بفلوس ولا ايه؟ تفيدة جيبي مية للاستاذ رمضان. مش عارف في شرخة كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيدة. الف شكرا. خرب بيتك يا تفيدة، سخنة نار سخنة نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من المية والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دي. انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي بقى عندي انتفاخ. ممكن الحمام؟ لا انا مش هلحق الحمام. ممكن ارجع هنا؟ قوم ارجع لا قوم يا جزمة، قوم يا جزمة انت، قوم قوم قوم. معلش يا استاذ رمضان معلش معلش، انا قاعد بقالي ساعة تحت النقاندة وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان معلش. ما بيحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك. احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي، ايه اللي مفروك ومدري شو؟ هي ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. اهدي هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيك مالكش دعوه بيه، مالك بيه خليك في حالك مش في قلق.
مالك بيا خليك في حالك مش فايقالك عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهار اسود كويس مفيش حد معانا انت هتخرج من وقارك ولا ايه هتمشي ورا الحاجات الهابطه دهيا لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا واهدي ايه الكركبه دي الله يخرب بيتك يا تفيدي بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي الناس خلاص بقت تبط وما تشتغلش واهدي التمزير وصل لده كله لازمه دهب لازمه يلا ان شاء الله تتحبوا في نار جهنم يا حلم يا حلم يا حلم يا عيني عليكوا على ايامك الله يرحم ايامك كان الحب بجد ايوه مش تجاري حياه النبي بقى انت وحشتني ما تشوفيش وحش يلا البسي البسي اللي تستاهل انت عرقانه خدي طب لبسهولي لبسهولك يعني يا تفيده لازم امها تعيا النهارده تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض انا نفسي اطبخ لك بايدي والله عندك في البيت ايوه والحاج والحاجه موجودين الحاج والحاجه مين دول الحاج والحاجه مين ابوك وامك مين وبابا وماما في بيروت بابا وماما في بيروت هو احنا نروح ناكل في بيروت هناكل في بيروت ايه هناكل هنا طبعا لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا ايوه لوحدي انت مش واثق فيا ولا ايه لا طبعا انا واثق فيك طب ومش واثق في نفسك لا انا بعون الله واثق في نفسي 100% امال ايه انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا ما احنا لوحدينا اهو لا احنا هنا مش لوحدين معانا كنب وكراسي ونجف ايوه كده اضحكي انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا مالك فيه ايه لا مفيش بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين كمان بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل السلام عليكم يقول الشاعر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر اقوله تاني يا مستر حلو مستر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر سر سرك تعرف يا كاسانوفا اقوله تاني لا يا استاذ لا هي تسد نفسكم يعني مثلا شوف الشاعر قال ايه قال حاجه جميله قوي وغناها الاستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ بتقول الموج الازرق في عيني يناديني نحو الاعمق وانا ما عندي تجربه في الحب ولا عندي زورق اني اغرق اغرق ثلاثه بالله العظيم بغرق اني اغرق اني اغرق اغرق القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا 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 يا, يا حبيبي شفت واخداني الأماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه القمر خدنا القمر عامل لي عبد الحليم وانا مين طبعا مش عارفني نسيتني خلاص انا ضميرك يا حيوان اعوذ بالله امال ابليس شكله ايه واخرتها يا رمضان بتحب البنت اللي اسمها نجله يا سلام وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر البنت ده هي اللي تتقطع علاقتي فيها نهائي وانت لك في المنام وقابلتها كويس هقطعك من بطنك اسمعني بس اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش بتضعف وقدرتي تقولها يا راجل اي سيبني اخد حريتي بقى ده انا لسه هقول لك العذاب اللي عمرك ما شفته الزهر ان انا صبرت عليك كتير انما من دلوقتي وطالع انا سهرين استاذ رمضان ازيك
أنا أسفة أنا جيت لك من غير معاد، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. ها أعمل إيه؟ عايزاني أروح وإياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. النهاردة آخر يوم ليا في مصر، أنا خلاص مسافرة الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في أوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك ديه سواد، ديه بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشوية تلاقي في رعشة في الإيد والرجل، ديه بقى الشلل. أنا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. صدق يا رمضان، أنت الشخص الوحيد اللي أنا بثق فيه دلوقتي، والله العظيم. صدق صدق، بصوت قدامك لأن أنا حاسب المترو، المترو فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الارنب لزبين، وما ناخده منك، ده اسمه كلام برضك عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوف ايه؟ عارف يا رمضان، ده اجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجله. اوه نجله، ده ممكن صوره؟ لا يا ابني ما بصورش، انا مدرس. صوره يعني مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطر. معلش حاضر حاضر، وقف وقف، يلا نزل ايدك يا حبيبي، نزل ايدك يا بابا، انت جاي تصور ولا تمسخر هنا؟ احترم نفسك. صورة كيوت. ها حاضر يا كيوت، حاضر. نزل ايدك يا اخويا، انا هو محرم وانت محلل، احترموا نفسكم، بتاخدوا الكاميرا وتمشوا. اقف عدل، استعد، يلا. وانت بتغمزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق. يقفوا محترمين يا جورو بتاعي، اقف يا اخي. يلا يلا امسك السلام. معلش صورة ثانية. صورة كمان، ما تكتب عليها تاخدها احسن. يا ريت مش قاعد عليك ادب من هنا. امشي من هنا، يلا بنت من هنا امشي. ايه المسخره وقله الحياه دي؟ المحترمين لازم يكونوا محترمين. فطال ايه؟ خلاص مشي يغرف ده، مش عايزينهم. قالوا لي الكيوت. بس زعلان لي من الكيوت. انت مالك انت ازعل ولا تحرق فيهم قطين ده؟ اول ما يفرس كيوت اخ لو اخد منها قطه ان شاء الله موت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سيبت الهرم ده، خلي بالك منه. معلش يا جماعه، يعني معلش. بس يا بنت معلش، اما الرجاله تتكلم ان سوان تزغط البطن امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه. اه يعني اه لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. راحه فين انت؟ مسحه بيها وتمسحيها في وشي، ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان، انا السبب. ولا انت سبب ولا حاجه، انا بس اللي مضايقني هم كرمشوا البدله. ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير البدله يا رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمني؟ ايوه سمني، اللي هو زي الشاب ولبن ده هو، اما الرمادي دي غرالها حاجه تنزل التانية تشتغل. بص يا رمضان، انا عايز اجيب لك سوفونير بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته. افهمي. لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان، ما بتهزرش؟ لا يا اختي بهزر. لا والله، ده كون الفقاره الهلم بتاعتك دي هتسافر ولا حاجه. ها؟ طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابين اللي قبضتها؟ صحيح. وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه، هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجاه. دماغ. ايه؟ دماغ. طب سيبني اوصلك. كفايه قوي. أنا عايزة أتمشى في الهوا شوية. أنا متشكرة قوي يا رمضان، أنا تعبتك معايا. لا أنت كده هتزعليني، أنا ما عملتش حاجة. أنت لو عايزة أنا أبقى مبسوط تاخدي بالك من روحك. أشوف وشي بخير. مع السلامة. الله يا استاذ شوقي،
الساعه بقت 12. العروسه فين؟ ايه يا راجل جايه في الطريق. بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه. تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز. بس اعملوا حسابكم يا اخوانا، الحفله الكبيره للصبح. محدش يقول لي انا عايز اروح، واللي يقول لي معيش بطاقه. بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه ماي دارلينج، قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجاه الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده جوزي. خساره لك، لا خساره، حظك قليل قوي. بقى ده جوزك؟ ايوه يا اخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاء وجديدة تنساهي. انا مرات اسمها تفاح الزحلاوي. وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامي كده يا نجلاء. خد يا واد انت كده. ايه انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرفه داهيه. عموما هابي نيو يير. يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد الصيع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغور في داهيه. يلا بالسلامه امشي. ايه الناس دي؟ وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت، لو اكون حد مستخبي هنا ولا هنا. يلا يا وليه يا زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسد نفسك يا بعيدي. الاستاذ رمضان بقاله اسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه تكلمني حاجه عدله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف اوصل لها. بيكون رمضان يا ابني انتهبل. رمضان هيتجوز نجلاء وجدي. واحنا حالنا نفسنا ليه؟ ده انا كان مشاوي. اه ايه 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 ايه؟ لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك رمزي. يا نجلاء ايه 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 ايه؟ إيه؟ نجلاء اتجوزت رمضان. ايه في ايديك اوعى تهديك بقى. في ايديك اوعى وعليك صبر وطول بقى. وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلية؟ مش عارف، امي كانت دايما تقول لي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا رولي. ثانية واحدة، الفطورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك. علي الطلاق بالتلاتة، ان ما جبت الفطورة لطلقك وارميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هتبت! احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت ابقى اصرف انت، فاهمها ولا لا؟ ايه دي؟ النهار اسود منيل. 126 جنيه؟ وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونيه لما كانت دفعت وانت هنا؟ ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني. استلمت انا المدعو رمضان مبروك ابو العالمين حموده مبلغ 126 جنيه. و20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. امسكي سلنتي في دول. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتم. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. تعرف الهوى الشكيل وانت ما تدراش يا جدع. تعرف تشاورني تشاورني عليه حب الهوى ماشي حب الهوى ماشي. ألف شكر ألف شكر.
شكرا على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهيا. وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس أنا زعلان منك قوي يا أستاذ رمضان. في إيه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا. احنا شرفك برضو وبعين عروسة مش غريبة قوي علينا يعني. يعني إيه يا أخويا مش غريبة عليكم؟ خلاص يا سيدي كفاية اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزيادة. لما في سؤال عندي يا أستاذ رمضان، لو في المنهج قولوا، برا المنهج ما تقولوش. No, not really، مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف إجابته. إيه هو؟ يا نوجة تبطل ولا لسه شغالة؟ يا راجل أنت تبطل إيه؟ شكلها كده الأستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جسم أنت وهو! أي واحد هيتطاول أفرجه معامه، وأي كلمة برا المنهج مش مسموح بيها. فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتابه قدام منه. يلا يا مهم انت هو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع عايز... كمان دي كملت. ارغي يا شوقي، انا مش فضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مغاطك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي. النمرة غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت هتفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام يما يا امي يا مصر؟ يمين بالله جاي ونفسي في الامان. رمضان تو ما افتكرت ان لك ام. انا زعلان، أنا موصياك تقوم أول ما توصل مصر تنصمت. أقول لك إيه على السرعة اللي في مصر يا أمي، الحياة بقت سريعة سريعة. طب تصدق بالله الظلمة هناك الواحد ما بيشوفش ظلمة، والله ما بيشوف ظلمة، فجأة تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحة الظلمة، بقى فيه جنان يا أمي. إيدي كابوس هي. وأنت بقى عامل إيه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، ده أنا جاي بصراحة ناوي أبيع القراطين اللي حيلتني واحتمال أرهن الجمل. تبيع إيه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحياه سريعه سريعه. صدق بالله انا في مصر بفك ال 5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا ايه؟ انت قاعد يا اللي راكب البطه. بطه ايه وزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي، فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده يا لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا ام مش للدرجه دي. عيب كملت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم أهل مراتك يفرحوا أني لأ؟ أهليها إيه دي مقطوعة من ساجرة؟ يا دناهي لا، يبقى لازم أروح ليه؟ من بكرة رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دنزل هتفطس البطة. يا أهلا يا أمي، امسك يا بنت يلا على جوه. أهلا أهلا يا أمي، أهلا دار نور. أهلا أهلا يا حلاوة يا حلاوة. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا أمي، دي إيجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معهمش زي حالاتي يعني. مش موظف بقى. اهلا يا يا بنت تفاحه، امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي، تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره، ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين يما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين يما؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر الله. أيوة العظيم، بابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي يما؟ اني بقول شبه. ايوه شبه. ماشي. ايش جاب لجاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن ده كان قطعت وشها هيقطع الخميرة من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانة ورعشة. دي آراء، دي آراء. لا وغتتة. ايوه كل الناس تقول غتتة، مكتوب عنها انها غتتة. هنعمل ايه؟ دي آراء آراء آراء. درجات يا رمضان. معلش بس دي آراء، دي آراء، ما يمنش دعوة. احنا هنفضل في سيرتها السودة دهيا مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسة، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجة؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. آراء آراء. منورة ياما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصل سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل دي، ومين اللي هياكل الاكل دي؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفاتوره. كانت
فاتورة ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، ان ما جبت الفاتورة لكم مطلقك ورميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في عظمك. طب خلاص بعدين بعدين ماشي. الله الله الله، ما يكلمك يما، نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبة، سبحان الخلاق، فولة واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص يا اما بابا، كفايه نسيله الزفره دي، الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء ما عليني. خليك انت يا رمضان، شوف اللي يكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. اعمل هنا وشيفة يا اما. تقرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا ما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين؟ رمضان مين دول؟ لا يا امي، دول قرايب العروسه جايين يباركوا. كل دول قرايبها؟ ايوه، ولاد خالتها. طب مش تعرفني بيهم؟ مش معرفه من الاول ياما. ها؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم انني امك، ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي، الست دي امي، انا طول عمرها ما شالتش غير همي، وانا اخر صبرها. الست دي امي، الست دي امي، الست دي امي. خلاص خلاص بلاشي بلاشي. ست الحبايب يا حبيبه، يا اغلى من روحي ودمي. ولاد الايه؟ عندكم عيد ام وانا ما عنديش، عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه؟ حبايب ايه؟ انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش، جاي اهني ست الكل. دي الاغدرات نازله عليها تغف، دي الناس مش مصدقه ان هي جدعه. شوقي ما تنتهش الفرص، امي ما تعرفش اي حاجه. لا ام رمضان ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء السوبر ستار. لا ما تعرفش يا غتيت، ما تعرفش، ولو عرفت هتنشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المرة دي يا شوقي، تنزل بس استر عليا. خلاص سيبني ارحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي، حبينا حبينا حبيناك حبينا. يا شوها الجمال يا شوها الجمال، يخلف قلب شاعر. مين ده؟ ده الاستاذ ايمن الاطرش، ابن خالة العروسة من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه، بس بعد عنك يا امي، الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحرب. اتحرق يعني؟ ايوه. والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فانتوش وتاكل كبدانيه وتاكل حلموس متشكرين. والله انتوا ناس اخر كرم، وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه. ان شاء الله. مراتك زي السكري وبتحبك، حطها جوه حباب عينيه. حاضر يا امه. ولا اهلها؟ ناس طيبين وكمل. اوعى تزعل. لا ازعلهم يما، ده اسمه كلام. المهم انت توصلي بالف سلامه. على مهلك يا اسطى وانت ماشي. ها، ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم انا معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. اكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه. الف سلامه يما. اقول لي يا رمضان، هم اهل مراتك كلهم رجاله كده؟ مفيش نسوان؟ ايوه يا امي، بعد عنك، ما بيعيش لهمش نسوان خالص. الحمد لله يا رب يا رب يا ابني، يرزقك بالذريه الصالحه، نت وبكرة. اللهم امين يا امي، وصلي بالسلامه ان شاء الله. خلي بالك من مراتك يا والد. ايه اللي انت بس ياما، ان ربنا يسترها معايا. قلبي وربي راضيين عنك يا ضنايا. على السلامه يا امي. هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ كل، ما تتكسفش، مديدك يا رمضان. رمضان ما تحبكهاش بقى، خليك كول في اللذيذ. طيب
يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي. ابن الملوح ده مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبها. That's what I'm talking about. ده اللي كنت عايز اسمعه يا اخي. ده انت في البيت حاجه وفي الكلاس حاجه تانية خالص. استغفر الله العظيم، خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. اوكي. كم جئت ليلى باسباب ملفقه ما كان اكثر اسبابي وعلاتي. قول ورايا. كم جئت نجله باسباب نجله. نجله مين يا اخويا؟ سوري. اسمها ليلى. سوري. انا واحده استاذ. ايوه يا شيري، انا في الدرس مع استاذ رمضان الملوح ده. سوري يا استاذ، المعلومات دخلت بعضها وكده. Oh, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. ايه بكيك يا باشا؟ هجيب لك مكرونه فرن. عاملين مكرونه فرن حكايه النهارده. يا عبدو! ملوش لزوم. لو سمحت شوف لي الدوره. الدوره؟ ايوه، دوره الميه. It's a bit busy right now. Listen, my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصة خلصت. You're in my house. الواد رمزي بيقول لك الأستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه يخلص لك اللي بيعمله فينا. الله العظيم يا رب. يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله. عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي، عيب. انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي، جالي دلوقتي. عايز حاجه يا ابني؟ خلصت، حرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ بيبي. الله 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 الله. استاذ رمضان. الله 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 الله. ما ترجنيش انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخويا. ليك شقه؟ حبيب. ليك شقه؟ البوس الكتير ده بيعجل بيه. رمزي ممكن اخش حمام؟ اه طبعا. الشمال حبيب قلبي. شمال ايه دي؟ انا جاي الاول. ايه الاول شمال؟ اصبر، رايح فين يا رمزي؟ عيب كده يا ناس. ايه مش خرابه هنا ولا هنا؟ يلا يا ابني، يلا يا حبيبي. جرى رمضان على اخر الزمن شويه عيال هايفه زي دي تعمل فيك كده؟ ولا تزعل نفسك، خلاص انا هنزل اشتغل تاني من بكره. نزلي تشتغلي ليه؟ ما معكيش راجل؟ ولا مش عارف اصرف عليكي؟ ولا يمكن المعجبين وحشوكي والاضواء؟ اسمع ما اقول لك، لو فتحت الموضوع ده تاني وكل واحد روح لحاله، تفهمها ولا لا؟ Thank you.
قلت لكم رمضان فين؟ فين؟ في الكباريه. حالم على رمضان. شغل الاغنيه يا شهاب. نو نو اتس اولد مان. فاكس رمزي. اسمع بس. يا ابني ارفع ولا شمس عاد. انا متشكره جدا لحضرتك انك جيت. قلبي معاك يا ام امير، الف سلامه. الولاد مالهمش يسيروا، مش عايزين حد غيرك. أرجوك يا أستاذ رمضان تقف جنبي، أنا وابني مناش حد غيرك. صلي على النبي، أرجوك اهدوا العيالي. أهلا أهلا، ألف سلامة يا أم رمزي، ألف سلامة. وبلغي معالي الوزير تهانيني وقولي له إن شاء الله شدة وهتعدي إن شاء الله. دي حاجة بسيطة، شوية موز ينقنقوا فيهم هنا. مسكي حضرتك تكسفيش. أما الكنتالوب اللي تحت دهون يسقعوه وياكلوه في فترة النقاهة. والله أنا كنت ناوي أجيب فراولة بس لقيتها معفني، قلت خسارة فيها الفلوس. أما في العيال. اتفضل. السلام عليكم. مكانك مكانك أنت وهو. معاكم عذركم، مفيش قيامه ولا حاجه. وايه الورد ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. احنا الزلزال لما قام في بلدني نص البلد ماتت، محدش قال لنا السلام عليكم. احنا اسفين يا استاذ. اسفين على ايه يا اخويا؟ ما حصلش حاجه. اسمع يا عادل توهو، اهم حاجه عندي ان تشدوا حيلكم، الامتحانات قربت وهتنجحوا غصب عنكم، وهنبدا المراجعه من دلوقتي. البيت الشعر اللي هقوله يتعرب ورايا على طول. كم جئت نجلة ليلى يا استاذ والنبي، دلوقتي بقت ليلى. اه يا كلاب اه يا كلاب. We'll never forgive ourselves for what we did to you. ايه دي؟ ودلوقتي لخبطي بيقول ايه الواد ده؟ هو بيقول لحضرتك ان احنا مش هنسامح نفسنا اللي احنا عملناه. خلاص استاذ رمضان. نعم. ممكن اروح حمام؟ الحمام؟ لا سوري يا حبيبي، معلش. وزير الصحه في الحمام. ها؟ وطبعا ما يصحش نخبط على الحمام والوزير جوه. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اسمعوا يا اولاد، انا عايزكم تشد حيلكم وان شاء الله ربنا ياخد بيدكم، وانا شخصيا معاكم ليل ونهار لحد ما تنجح بعون الله. واحنا تحت امرك في التكاليف يا استاذ رمضان. تكاليف؟ تكاليف ايه يا مدام؟ ليه كلام؟ دول عيالي. وبعدين انت تقولي كده وانا جايب لكم موز وكنتالوب عدى ال 15 جنيه. انا تكلفتي لما ينجحوا بالسلامه هيبقوا شويه شربات وحتتين كيك. اللي مالكش فيك مالكش دعوه بيه، مالك بيه خليك في حالك مش فايقه. مصر التي في خاطري وفي دمي احبها من كل روحي ودمي. تعرف عني كل تفاصيل حياتي يا سيدي، برافو معايا ورايا وعارف خطواتي يا سيدي. عرفنا بتعرف عني كل تفاصيل حياتي. انا ان قدر الاله الشرق يرفع الرأس بعدي. باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى. باللغة العربية الفصحى. من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. شوف الكلام خلي. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. والمواشي كثيرة في ضياعي والطريق الطويل بالخير عامره. كسبتوني يا مواشي كسبتوني. دول 26,000 جنيه، كده يبقى فاضل لنا بكره في المخروبه دهيا وندفع الشرط الجزائي اللي عليكي واخدك ونروح البلد ونسيب المكان الموبوء دهون. يا ساتر. عارف يا رمضان، شوقي مكلم الناس كلها عشان يرجع يشتغل معايا. اله ما يوعى يرجع، اله يضرب في مصارينه ويولع في حاجه. النبي يا رب. Thank you.
ارد عليا والنبي. انت انا مش مصدقه عيني، يا ريتني كنت عميد قبل ما اشوفك بالشكل ده. يا اما انا مش امك، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. لا يا اما والنبي الا غضبك ده، انا مستوي. الحكايه كلها ان في شويه ظروف. ظروف ايه اللي تخليك تعمل كده؟ عوض على الله فيك، عوض على الله فيك يا رمضان. اني راجع، اني راجع البلد وهعمل صلاه وهاخد عزاك. ابني رمضان مات. في ايه؟ انت طالق ايه؟ زي ما سمعت طالق. عصام استوت على الاخر، روح هاتها. حاضر يا ست الكل. في ايه؟ صفحه وانطوت واتقفلت. نركز بقى ونقوم نشوف اكل عيشنا المام. يلا 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 قوم معايا. باللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز واصحى، استيقظ ركز اصحى. تقبل الله يا رمضان يا ابني. منا ومنكم يا حاج طه. قلقتنا عليك، كنت غطسان فين المدة دي كلها؟ كنت غفلان شوية، كنت ضايع. ولقيت نفسك؟ لقيتها، بس للأسف يا عم طه أمي غضبانة علي. بقى عملنا إيه بقى؟ أنا غلطت يا حاج طه، أمي عندها حق. يبقى تروح لها. ماليش وش. مالكش وش؟ أمال ليك وش تزعلها وتسيبها؟ صباح الخير يا مصر. ازيك يا امه؟ انا جزمه قديمه، انا غلطان واستاهل كل اللي يجرالي. خلاص انا اتعلمت والله، كرباك شديد قوي والله ما انساها طول عمري. احب على ايدك، احب على راسك، احب على رجلك يا امي. لا خلاص خلاص، يعني انت عايزنا سامحك؟ يا امه انا ماليش في الدنيا دهين غير رضاكي عليا. خلاص يبقى انت كمان لازم انت سامح. ايه اللي جابك هنا؟ اطلعي بره. مش هتمشي، نجلة هتقعد معايا هنا، دي مراتك. وانا طلقتها. ترضيها؟ دي بتحبك وصنيتك ومستعدة تسيب الدنيا كلها عشانك. لاخر مره بقولك امشي من هنا. وانا قلت مش هتمشي، ولا كانش عاجبك الباب يفوت جمل. عيبتني وراك. هترجع لها يعني؟ هترجع لها. بنحبك قوي يا استاذ. واحنا كمان بنحبك، كلنا بنحبك. وانا موافق. لو عاوزني ابطل غنى يا رمضان انا موافقه. لا لا مش لدرجه تبطلي الغنى، انا مش ضد الغنى، انا ضد الكلام التافه. نفسي تغني كلام يدخل في وجدان الشعوب. ليه مثلا ما تغنيش وقبر حرب في مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. لا انا اعتذر بكرامتي احسن. ايه ده؟ يعني ايه تعتذري؟ يعني مش عاجبك اللي انا بقوله ولا ايه؟ دي بتقولي تعتذر؟ يعني ايه؟ القبر حلو. ايه انا عايزه تغني كلام محترم للناس فيها حاجه بقيه. زي ايه؟ زي كتير يا اخويا. عندك مثلا ليه ما تقولش ومدعشر بالقاتلين تحشرمت شرافته فخرج القعصلي. قعصلي؟ ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. النهارده اول يوم في الدراسه، وكما قال الشاعر بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيعني، مفيش لا كربات ولا خرسانه، لكن يمين بعظيم ابدا اللي هيدلع في دراسته لا هكون ايه وهي يا معتاد مارش. باللغه العربيه.